السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني في الله، صباح الخير عليكم، والله مساء الخير، إن شاء الله تكونوا لاباس. اللي مريض نقول له ربي يشفيك ويعافيك يخفف عليك إن شاء الله، واللي صحيح نقول له ربي يدومها عليك نعمة. موضوع اليوم عن فوائد اليقطين، والله كابوية ولا قرع، كل واحد كيف يسميها، طيور الكناري خاصة وطيور الزينة الأخرى عامة. انا نحكي بزاف على الكناري لاني عندي كناري، نهار ان شاء الله نبدل شويه نزيد نجيب طيور اخرين، نولي نحكي على الفوائد تاع الاغذيه تاعهم ربي ان شاء الله. نبداو بالفائده الاولى، يعالج عسر الهضم، يعالج الامساك عند الطيور، يمنع تصلب الشرايين. هذيك العاده بنتي، كل ما نحكي كلمه هي لازم تحكي كلمه، لازم تشارك في الفيديو وخلاص. المهم تحملوها شويه وفرات. ويعتبر مهدئ نفسي جيد، وعنده خصائص مهدئه وفعاله بزاف بزاف، يشفي طائر من التهابات الكبد الفيروسي، ويقوي مناعه الطائر، ويعطيه الحمايه من امراض مختلفه، وهو فعال في علاج الجروح والالتهابات، يقدم كعلاج فوري للجروح ولدغات الحشرات، على خاطر يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة. نقدموه مرة في الأسبوع تكفيهم. أنا كيما عادوا الطيور تاعي جدد، ما عنديش بزاف من اللي شريتهم كامل، ما يحبوش ياكلوه، ممكن وان كانوا يعيشوا وما يمدلهمش مولهم ليقطين. على هذه حطيت فوقهم شوية براقة باه يذوقوه بشوي بشوي ويوالفوا به. كيما راكم تشوفوا في الفيديو، ماهمش قاعدين ياكلوا في اليقطين ديريكت، قاعدين ياكلوا في البرايقه ويذوقوا في اليقطين. وهكا طول كيما تحبوا تحطوا اي ماكله جديده، والله ما يحبوش ياكلوها طيوركم، مدوها لهم وحطوا فوقها البذور المفضله للطيور تاعكم. انا يحبوا ياكلوا البرايقه بزاف، نمد لهم طول فوقها وشوي بشوي والفوا. هنشوفوا الله يبارك دوك، بشويه بشويه والفوا بها الهدوء، منين ندخل يجيو ليا، عم بداو يوالفوا بيا، عاد كي ندخل السلاكه يدورو بيا، يبداو يخافوا بشويه، ومن بعدها ولا هذا طلع فوق صبعي، من بعد نولي نمد لهم الحوايج اللي يحبوها، كل يوم يجيني واحد، كل يوم يجيني واحد، حتى يوليو يجيو كامل بربي ان شاء الله. كيما تحب حاجه ديما لازم تتفنن في الخدمه نتاعها، وانا كعود نحب الطيور تاعي، نشتي نقضي وقت بزاف معاهم، هما بعدي يوليو يحبوني بربي ان شاء الله. نتمنى نكون فدتكم ولو بالقليل. وصلنا لحكمة اليوم اللي تقول، الدنيا مدرسة كبيرة، مهما تفوقت فيها فلن تأخذ منها سوى شهادة وفاة، فلا تتكبر وكن إنسانا ذو أخلاق عظيمة. ودركا نخليكم مع أحلى منظر للطيور وهي تستمتع بالأكل نتاعها، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.